شكل الأمر الملكي السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والقاضي بتطبيق نظام محاكمة الوزراء على وزيره وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج بعد أن كشفت تحقيقات نزاهة عن تورطه في استغلال السلطة دافعا كبيرا ومؤكدا على عزم الحكومة للقضاء على كل أوجه الفساد وبكافة مستوياته ومرتكبيه. وقد خرجت مطالبات المواطنين منذ الليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطبيقات المراسلة مطالبة النزاهة بتكثيف جهودها، معتبرين أن أكبر دعم يمكن أن تتلقاه نزاهة هو دعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ويأتي ذلك في قرار يعتبر فريدا من نوعه. وأيضا نص القرار على إعفاء العرج وتحويله إلى التحقيق. وحمل المواطنون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة مسؤولية استمرار صور الفساد بعدما حصلت على الدعم الكافي على حد تعبيرهم، مؤكدين أنه تبقى عليها تفعيل دورها بشكل كامل في مجابهة الفساد. وكانت أولى خيوط القضية عندما أبلغ المواطن سعد الثويني الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة ودعمه آلاف المواطنين عن تورط الوزير السابق في توظيف ابنه والذي يحمل مؤهل الثانوية العامة براتب لا يحصل عليه خريجي الجامعات حال تعيينهم على سلم الوظائف العامة، إذ بلغ راتبه 21600 ريال. لترفع نزاهة بعد ذلك التقرير الذي صدق على أهمية خادم الحرمين الشريفين بقرار إعفاء الوزير وإحالته للمحاكمة المختصة. وقد تفاعل الكثير من المغردين مع جملة هذه القرارات التي نستعرضها خبر تلو الآخر مع التعليقات في الشاشة. ابتسام الشمري علقت بالثناء على سعد الثويني تقول: مثال للمواطن الصالح، يا ليت كل مواطن يخاف على وطنه ويهتم بمصالحه ويبلغ عن كل ما هو مخالف للنظام. تغريدات مختلفة كانت محمد في تويتر، منها عائشة العتيبي تقول: أنت رجل واعي ووطني وكنت أول مواطن يقدم وزير للمحاسبة بسبب الفساد فشكرا لك، في هاشتاج شكرا للمواطن سعد الثويني. منتصر الفائز أثنى على سلوك القنوات الرسمية والاتجاه للقانون بقوله: كفو ثقافة التحرك القانوني وعبر القنوات الرسمية مهمة جدا، وسرنا رؤية نتائج مشرفة لجهدك يا بطل، منشن فيها سعد الثويني. إذن هو المواطن سعد الثويني هو كان أول من كتب تقريبا خطاب لمكافحة الفساد. طيب مشاهدينا، للحديث أكبر بشكل أكثر عن هذه القضية معنا على الهاتف الأستاذ سعد الثويني. حياك الله أستاذ سعد. الله يحييك. طبعا بداية لعلك شفت الثناء اللي استحقيته صراحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرا لك على هذه الشجاعة واهتمامك بمكافحة الفساد وحرصك على الوطن، فعلا مثال للمواطن الصالح. أستاذ سعد، بداية كيف بدأت القصة مع نزاهة؟ حياك الله أخوي الكريم. الله يبارك الخير ومسي على المشاهدين الكرام. هي البداية كانت اطلاعي على الهاشتاج اللي انتشر في تويتر عن ابن الوزير، فانتظرت أحد أن يقوم بدور مواطن ودور مواطن حتى أنه يتقدم البلاغ، لأنه ما نقوح نكتفي بالكتابة في تويتر أو نحاول أنه نحبط عن بعض في تويتر، ما في أي حل آخر. الحل أنه نتجه إلى القنوات القانونية الرسمية ونبلغ عن شبهات الفساد. تمام. نعم. طيب نسألك أستاذ سعد عن الخطاب لما أنت قدمته، كيف تابعت هذا الخطاب؟ وهل مثلا أنت يعني تحركت لوزارة أخرى أو يعني مثلا جهة أخرى استكملت فيها الإجراءات هذه؟ لا أبدا، هو أنا أديت الخطاب وتوجهت به إلى هيئة مكافحة الفساد نزاهة وقدمت هذا الخطاب، وتم تسجيله بلاغ رسمي لديهم وتم منحي رقم بلاغ، ومن خلاله كنت أتابع في الأيام الماضية. تمام أستاذ سعد. طيب نزاهة تعطيك الحق في إخفاء هويتك كمبلغ، اللي سمعناه اليوم عبر وسائل الإعلام أنك أصريت على يعني توضيح هويتك للرأي العام، شو السبب؟ هو ما في أي سبب، هذا واجبنا احنا كمواطنين، احنا ما قدمنا على شيء غلط أو أننا سوينا شيء غلط. صحيح. بالعكس، قمنا بواجب إيجابي بحيث أنه نبلغ عن شبهة الفساد، فما يمنع أني أخفي هويتي، ليش أخفي هويتي؟ تمام. طيب سأساعد، بعضهم يتهمك يمكن عبر وسائل التواصل أنك تعمل لربما في وزارة الخدمة المدنية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، هل أنت موظف في إحدى هالوزارتين؟
أنا غير موظف حكومي، أنا موظف قطاع خاص. فلما تطرقت لنقطة أنه يجب وضع اختبار كفاءة بيني وبين ابن الوزير لتحديد من الأجدر في هذه الوظيفة، وأنا متأكد أنه أنا راح أكون أجدر منه في هذه الوظيفة. إذن الأستاذ سعد الثويني، وأنت المواطن الذي قام بهذا العمل المشرف حقيقة، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لك على تفاعلك مع أخباركم. شاهدينا